بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من خطوط تماس. نتحدث فيها اليوم عن موضوع بالغ الأهمية، هو يعتبر سمة من سمات العصر وأيضا مشكلة كبيرة تواجه المجتمعات بشكل عام، وأثرها تنعكس على كافة المناطق وليس على دولة بعينها أو منطقة بعينها. نتحدث عن الإرهاب الناتج عن الغلو والتطرف في التفكير وفي المعتقد، في إلغاء الآخر، في التعلق بنظرية ما سواء كانت دينية أو سياسية، يعني يقوم هذا الطرف على أساسها بإلغاء كل الآراء الأخرى وعدم تقبل الآخر، وبالتالي التعبير عن ذلك من خلال العنف والإرهاب. هي المشكلة الكبرى التي تواجه العالم، والتي بدأ الحديث عن كيفية مواجهتها عن طريق تضافر كل الجهود. الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما في خطاباته يدعو إلى التمسك بالوسطية الفكرية الثقافية الدينية، تعديل الخطاب الديني، تنمية الوعي الثقافي، لأنه هذا هو الأساس في مواجهة الإرهاب. في منتدى شباب العالم الذي انتهى منذ يومين فقط، حدد الرئيس مسارين لمحاربة الإرهاب، الأولى عن طريق محاربة الفكر الديني المتطرف، والمسار الثاني هو في تنمية الوعي والثقافة بشكل عام. نتحدث عن هذا الموضوع في حلقة اليوم مع ضيفنا الكريم الدكتور يسري عبد الله، الكاتب والناقد وأستاذ الأدب الحديث بجامعة حلوان. أهلا بحضرتك دكتور. أهلا وسهلا. دكتور، لك مقالات عديدة عن التطرف، عن الإرهاب، عن المغالاة. قلت في أحد مقالاتك أن خطاب التطرف يسعى إلى وضع البشر في خانة الأتباع، وأصحاب الخطاب هم وحدهم السادة، وعلى التابع أن يتبع شيخه أينما كان. فسر لنا هذه النظرية التي تتحدث عن التطرف، وهل تقصد بها فقط التطرف الديني أم التطرف بشكل عام؟ يعني في البداية أنا أشير إلى ما أسميته بسيكولوجية الجماعات التكفيرية أو الجماعات المتشددة. الخطاب المتشدد صاحبه له تكوين نفسي معين بالمناسبة، هذا التكوين يجعله دائما يقف في خانة التابع إلى هذا التابع الذي بمثابة الخادم الذي يتلقى الأوامر والذي تتلبسه ذهنية السمع والطاعة، كما رأينا مثلا لدى الجماعات الدينية أو تيار الإسلام السياسي على نحو محدد، الإخوان والسلفيين وغيرهم. ذهنية السمع والطاعة ذهنية محركة لهم. هذا التابع الذي يتبع غيره يصبح الشيخ أو القطب أو هذا الآمر الناهي يصبح بمثابة البوصلة له، وهو يعتقد أن ما يقوله أنه أولا لا ينطق عن الهوى، يسبغ عليه قداسة من نوع خاص، يعتقد أنه لا ينطق عن الهوى كما أشرت، يعتقد أنه يملك مفاتيح الغفران، يعتقد أنه يملك له كل شيء. وهذه الحالة تشكل طبقات من العبيد وليس طبقات من البشر، لأن فكرة الإنسان قائمة بالأساس على حرية الاختيار. ومن ثم واحد من المشكلات الأساسية في لدى هذه الجماعات الدينية أنها تتعامل مع نفسها بوصفها تابعة دائما إلى هذا المطلق. وهذا المطلق بالمناسبة يرتبط بتصورات تعتقد في أن هذا الشيخ أو هذا من يملك لهم هذا الأمر يعني. نعم هو دائما يملك الحقيقة المطلقة وهو يحتكرها. يعني بس أنا عندي سؤال، لأن حضرتك ذكرت نقطة هامة جدا، هو أنه من ينتمون لهذه الجماعات ويتبعون هذه الطرق لهم تكوين نفسي معين، هل يكون ذلك يعني موجود بالأساس، أم أنه يتم استغلال نقاط ضعف ما حتى يصلوا إلى هذه المرحلة من التبعية؟ لأنه بنرى أشخاص يتأثرون بهذا الخطاب وأشخاص لا. نتحدث عن ماذا هنا؟ ما هي المرجعية؟ نعم، يعني هذا سؤال مهم في الحقيقة. الجماعات الدينية بتلعب بالأساس على توظيف هذه المشاعر الدينية الغفل بين قوسين، المشاعر الدينية الخام للجماهير أو للبسطاء من الجماهير بالأساس، وهي أيضا تتعامل من زاوية توظيف المقدس لصالح الدنيوي. يعني هي تستخدم الدين كمطية لتحقيق أغراض سياسية، يعني هي تطرح خطابا دينيا لكن الغاية الأساسية بالنسبة لها هو هي السلطة. هي تلجأ إلى المقدس كوسيلة
وليس كغاية للوصول إلى السلطة. نعم، إذن نحن أمام جماعات براجماتية انتهازية توظف الدين لمصلحة أغراضها الخاصة، ومن ثم هي تتعامل مع أتباعها من هذه الزاوية أيضا. هي مثلما تستخدم الدين لتحقيق أغراضها السياسية، هي تستخدم أتباعها أيضا. يعني وأتباعها وهؤلاء الأتباع يتلقون طبعا مجموعة من الأشياء التي تدخل في نطاق تنشئة هؤلاء على هذه الفكرة العقائدية المنغلقة على ذاتها، التي تفعل أول ما تفعله أنها تنطلق من فكرة الاعتقاد في هذا في الامتلاك المطلق للحقيقة، ومن ثم سيصبح كل من يخالف هؤلاء يقع في خانة التكفير أو في خانة الإلحاد أو في أي خانة يعني تحمل لهم شكلا من أشكال الأوصاف المنفرة. نعم، وتمنح هؤلاء التكفيريين بالمناسبة أو تمنح هذه الجماعات المتشددة تمنحهم حالة من حالات الإحساس بالتفوق النووي. يعني هو وبالتالي الذهنية الحاكمة لهؤلاء كما أسميتها من قبل في مقال في الأهرام هي ذهنية الاستباحة. هو لماذا يستبيح المخالف له في الأفكار وفي الاعتقاد؟ لأنه يعتقد أنه يمتلك هذا الحق المطلقة وهذا التفوق النوعي. ذهنية الاستباحة هذه هي كارثة الكوارث. وطبعا نحن يعني أمام مجموعات دموية بالأساس يعني ليس لها أي علاقة من قريب أو من بعيد بفكرة الإنسانية. صحيح، نستكمل هذا الموضوع، لكن نخرج الآن مشاهدينا إلى متابعة هذا التقرير حول معنى التطرف والمغالاة، الأفكار التي تطرحها الدولة منذ فترة لمواجهة الفكر المتطرف. الإرهاب والتطرف من أكبر التحديات التي لا تواجهها مصر فقط وإنما العالم أجمع، فهما يمثلان خطرا حقيقيا على الإنسانية. الرئيس السيسي أكد خلال منتدى شباب العالم الذي عقد بمدينة السلام شرم الشيخ في نسخته الثانية بحضور 5000 شاب يمثلون أكثر من 140 دولة أن مصر الممتدة جذورها في أعماق التاريخ وهبة الجغرافيا والتي تشكلت شخصيتها من عبقرية التنوع الحضاري والثقافي واستطاعت احتواء كل الحضارات حتى أصبحت الآن هي نقطة الانطلاق القادرة على جمع الفرقاء وتجاوز الصراعات وإقرار السلام وتحقيق الاستقرار. وأشار الرئيس إلى أن أبناء مصر يسعون بإخلاص وتجرد للانطلاق نحو البناء والتنمية في ظل متغيرات إقليمية شديدة التعقيد فرضت على مصر وشعبها مواجهة حتمية مع الإرهاب والتطرف بالنيابة عن الإنسانية كلها. وخلال ختام فعاليات المنتدى أعلن الرئيس 10 توصيات من بينها تبني الدولة المصرية بكافة مؤسساتها لإقرار مبدأ أن الحفاظ على الحياة ومكافحة الإرهاب وآثاره المباشرة والجانبية حق أساسي من حقوق الإنسان، إلى جانب تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الشباب المشاركين في المنتدى من كل دول العالم ومؤسسات الدولة المصرية لتقديم الدعم المادي والمعنوي لضحايا الإرهاب في العالم. رابعاً، تبني الدولة المصرية بكافة مؤسساتها لإقرار مبدأ أن الحفاظ على الحياة ومكافحة الإرهاب وآثاره المباشرة والجانبية كحق أساسي من حقوق الإنسان، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة من الشباب المشاركين في المنتدى من كل دول العالم ومؤسسات الدولة المصرية لتقديم الدعم المادي والمعنوي لضحايا الإرهاب في العالم. ويهدف المنتدى لبناء مساحات مشتركة للعمل الجماعي بين الشباب من مختلف الجنسيات تتجاوز حدود الدول واختلاف الثقافات وتباين الأعراق وتحقيق أعلى مستوى من الفهم للآخرين، بما من شأنه المساهمة في إنهاء النزاعات القائمة في مختلف مناطق العالم. أهلا بكم مرة أخرى. ينضم إلينا في النقاش خلال هذه الحلقة الأستاذ منير أديب الباحث في شؤون الحركات المتطرفة. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا منير. ربما استمعت إلى ما بدأنا به الحديث، يعني رأي دكتور يسري في فكرة التبعية، هؤلاء الذين يعني يتم التلاعب بأفكارهم ويصبحون أتباع. لماذا يكون دائما الدخول إلى عقول الناس عن طريق الدين؟ هذا أولا، هل التطرف مرتبط بالدين فقط أم هو أسلوب
تفكير وأسلوب حياة بشكل عام؟ يعني أعتقد أنه التطرف قد يكون تطرف ديني، وهناك أشخاص ربما لديهم أشكال أخرى في التطرف. يعني أعتقد أنه المافيا يعني ده نموذج من ضمن النماذج أيضا التي يمكن أن نطلق عليها الإرهاب. يعني يمارسون الإرهاب وربما يقتلون الخصوم بطريقة يمكن أن نصف هذه الطريقة بأنها أشبه بالإرهاب القريب أيضا من الإرهاب الديني. أعتقد أنه التطرف مش بس ديني، ولكن أعتقد أن الدين في قلب وفي عمق التطرف إذا أردنا أن نتحدث. لماذا بقى؟ لأنه أغلب هؤلاء المتطرفين لديهم تصورات قد تكون خاطئة، وفي الغالب هي تصورات خاطئة عن فكرة الدين. وقد يقرؤون الدين قراءة خاطئة، ومن ثم يعمدون إلى تطبيق هذه القراءة وإلى فرض هذه القراءة على الناس. فنفاجئ بمن يمارس هذا التطرف أو من يمارس هذا الإرهاب، شخص تجمد عقله أو ربما أخذ نصوص من التراث وقام بممارسة الإرهاب والتطرف من واقع هذه القراءة الخاطئة ومن واقع هذه النصوص التي استخرجها من التراث. طيب، لكن في أحيان كثيرة لا تكون القراءة الخاطئة هي الأساس، لأنه نرى في كثير من الجماعات المتطرفة أجانب هم لا ينتمون أساسا للدين الإسلامي، مثلما هو الحال في داعش على سبيل المثال. هناك أجانب من كل الجنسيات، الدين بالنسبة لهم يعني ليس هو الأساس، هم مرتزقة يؤجرون على ذلك. هل يتم استغلال الدين والمتجرة به لتحقيق أهداف سياسية، وهذا هو جوهر التطرف الآن؟ هل ترى ذلك؟ يعني أنا أعتقد أن كل من انتمى إلى هذا التنظيم المسمى بالدولة الإسلامية داعش يعني قرأ الدين قراءة خاطئة، هو في الأساس مسلم. بعضهم قد يكون حديث الإيمان أشهر إسلامه، وللأسف تعرف على هؤلاء الذين قرأوا هذا الدين قراءة خاطئة، وقد يكون بعض هؤلاء شاركوا في إشهار إسلام هذا الشخص، أو أن هذا الشخص حديث الإسلام وبالتالي انزلق إلى قراءات خاطئة من خلال هؤلاء، ومن ثم تبنى ما يمكن أن نسميه بالسلفية الجهادية، هذه القراءة الخاطئة للدين. ولكن مفهوم كل من انتمى إلى داعش هو مسلم آمن بهذه القراءات الخاطئة واقتنع بما يمكن أن نسميه بالسلفية الجهادية، كما ذكرت من واقع ما جاء في التراث، وهناك نصوص كثيرة وقراءات خاطئة في التراث. يعني هي قائمة على فكرة قتل الآخر، والتمثيل بجثته. يعني كل ما تفعله أو ما فعلته القاعدة وتفعله داعش الآن هي وفق نصوص، البعض يقول أنه يعني تم جلبها من ابن تيمية كنموذج من القرن الثامن، ومن ثم من أتوا بعد ابن تيمية، وبالتالي هي هؤلاء كما ذكرت قرأوا النصوص قراءة خاطئة، ومن ثم معالجة هؤلاء أو مواجهة هؤلاء لابد أن تكون بدايتها من الدين. وأعتقد أنه ليس تجديد الخطاب الديني فقط، وإنما تجديد الفكر الديني. بس إحنا بنواجه دكتور بنواجه مشكلات، يعني حينما نتحدث عن تجديد الخطاب أو حتى إعادة مناقشة موروثات دينية، يواجه ذلك بانتقاد كبير ولاذع وربما يصل إلى حد التكفير. هذا نوع أيضا من أنواع التطرف، وكيف يمكن إذن التعامل مع هذه الموضوعات بحيادية إذا كانت تواجه كل هذه العقبات؟ فإذا نحن أمام مهمة صعبة. صحيح؟ طبعا يعني هناك مشكلات متمترسة في الذهنية العامة أو في بنية التفكير التي تكتنف المجتمعات العربية بشكل عام. في الحقيقة هذه المشكلة تنطلق من كون العقل العربي يحيا ازدواجية حقيقية، أو الذهنية العربية إذا شئت الدقة، هو يعني كما وصفه من قبل زكي نجيب محمود
بأنه يشبه غرفتين، غرفة فيها الطقوس والميتافيزيقا وغرفة أخرى تشير إلى الممارسة العلمية وإلى التأويل وإلى التفكيك. هذه التناقضات يعني أسهمت في أننا دائما نتبنى هذه الصيغ الرجراجة، هذه الصيغ المائعة في التعامل مع هذه المشكلة الشرسة التي تهدد النوع البشري. يعني مشكلة الإرهاب هي ليست مشكلة في مصر ولا في العالم العربي، هي مشكلة في العالم كله. يعني هذا القنص للروح الإنسانية، للروح البشرية. يعني نحن نتعامل مع المشكلة في الحقيقة على نحو ضيق للغاية، يعني نحن نحصرها في إطار أن هناك مجموعة من الذين فهموا الدين على نحو خاطئ. يعني هذا في الحقيقة يعني تعامل مع المسألة يعني ضيق. المشكلة تبدو أكبر من ذلك بكثير، تبدو أعمق من ذلك. نحن أمام أولا هذه الجماعات بالمناسبة مرتبطة بقوة دولية، هذه الجماعات مرتبطة بمخابرات وباستخبارات عالمية. هي 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 ابنة هذا التحالف الذي أشار إليه بالمناسبة. يعني كان لإدوارد سعيد كلام حول التحالف بين القوى الرجعية والاستعمار الجديد. صحيح. يتم توظيف الدين كشكل آخر لتفتيت العالم العربي. صحيح. من جهة، لتكريس التخلف في العالم العربي من جهة ثانية. نحن لدينا مشكلة في المينتاليتي كما أشرت، في الذهنية الحاكمة للعقل العربي، لأنها ذهنية ترى العالم إما خيرا وإما شرا. صحيح صحيح. وهذا هو التعصب والتطرف. صحيح. نعم. ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذ زياد عقل، خبير وحدة الدراسات الإقليمية بجريدة الأهرام. أستاذ زياد، كما نتحدث الآن هناك أبعاد كثيرة ومستويات كثيرة جدا للتطرف والمغالاة، سواء كان ذلك هو ظاهره ديني وأساسه سياسي أو أيا كانت يعني الأسباب. نحن أمام حقيقة واقعة أن خطر الإرهاب والمغالاة والتطرف تهدد المجتمعات بشكل حقيقي. من أين البداية؟ البداية بتعديل الخطاب الديني، التأكيد على الوسطية، أم بتنمية الوعي والثقافة، أم كلاهما معا وفي نفس الوقت؟ طيب، أولا مساء الخير على حضرتك وعلى ضيوفك وعلى كل مشاهدينك. أنا مش في جريدة الأهرام، أنا في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أعتذر أستاذ زياد. لا يا فندم، ولا يهمك ولا يهمك. شوفي، يعني أولا طبعا فكرة التفرقة بين الإرهاب والتطرف هي مسألة مهمة جدا، وبدأت النهاردة في أدبيات العلوم السياسية تبقى واضحة إن هناك فرق ما بين التطرف اللي هو مرتبط ب تفاعلات في المجتمع وظواهر بتبدو في المجتمع، والإرهاب اللي هو مرتبط باستراتيجيات عسكرية ونوع من أنواع أو نمط من أنماط التواجد. لو إحنا خدنا يعني حالة المجتمع المصري هنلاقي أنه في حالة من التطرف نظرا لحالة الاستقطاب السياسي اللي كانت موجودة في مرحلة حكم الإخوان المسلمين، وخرجنا منها في الحقيقة بأنماط جديدة وتنظيمات جديدة من العنف مختلفة تماما عن الشكل اللي كنا بنشهده قبل كده في الثمانينات والتسعينات. وفي نفس الوقت ما هياش تنظيمات ايديولوجية بقدر ما هي تنظيمات سياسية وعملياتية، بمعنى ان هي اللي هم بيسموه تيريتوريال تيروريزم او الارهاب الجغرافي، اللي هو بيهدف لانه يسيطر على منطقة ما ويحاول من خلالها ان هو يمارس نفوذ وخلق الدولة الاسلامية وكل الخطاب بتاع داعش ده. يعني لو بصينا على المسألة الارهابية هنلاقي انه مصر شهدت الكثير من العمليات الارهابية اللي هي لا تستهدف الضرر الكثير بقدر ما تستهدف إثارة الخوف في قلوب المواطنين. يعني ممكن تلاقي عملية معمولة بمتفجرات مصنوعة في المنازل ما تموتش حد، ولكن الفكرة إن يتخلق عندك إحساس إن هناك حالة من انعدام الأب. البداية منين؟ البداية من أولا التشريع، وده الدولة بالفعل بتقوم بيه. التشريع يعني أستاذ زياد تتحدث عن التشريع؟ أتحدث عن تغيير قوانين الخاصة بالإرهاب، وتغيير يعني والسماح
للدولة بالدخول بشكل أكبر في هذه المسألة حماية للمواطنين، ده أولا. ثانيا الحاجة الثانية أنه يجب أن يتم عملية من عمليات إعادة التأهيل للإرهابيين الذين يتم القبض عليهم، لأنه إحنا حتى كباحثين لازم أن إحنا نفهم الناس دي فكرها عامل إزاي، يعني من هم في السجون في المرحلة الحالية، يجب أن يتم التحقيق معهم وأن يتم دراسة يعني عقل كيف وصلوا إلى هذه المرحلة. بالضبط بالضبط، دي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة أن احنا نوضع آليات، يعني انت عارفة دلوقتي أغلب النظريات السياسية في مكافحة الإرهاب تتكلم عن حاجة اسمها human security أو الأمن الإنساني، وهي فكرة أن القضية في مكافحة الإرهاب مش الأمن الصلب، ولكن فكرة أنه يبقى في آليات داخل المجتمع لمكافحة فكرة التطرف، لمكافحة نمو التطرف. دي من الممكن أن هي يتم تفسيرها من خلال مناهج مدرسية، مناهج في الجامعات، يتم تفسيرها من خلال أدوار المحافظات والمؤسسات البيروقراطية للدولة في فرض فكر غير متطرف أو بفرض فكر مكافح للتطرف داخل المجتمعات قبل ما يكون على المستوى الماكرو أو على المستوى يعني الكبير اللي هو بتاع الدولة يعني. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ زياد عقل، خبير وحدة الدراسات الإقليمية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أستاذ منير، ده رأي أستاذ زياد، يعني البداية بالتشريع ثم إعادة تأهيل الإرهابيين، الحديث عن الأمن الإنساني و تغيير الثقافة من خلال التعليم إلى آخره، تتفق مع هذا الترتيب؟ يعني أعتقد منذ نشأ الإرهاب في مصر، وأعتقد أنه عمر جماعة الإخوان المسلمين الآن قرب 90 عاما، وأعتقد أنه الإرهاب كان واضح جدا في الثمانينات والتسعينيات من القرن الماضي، وأعتقد أن الرئيس الأسبق محمد أنور السادات قتل على يد أحد من ينتمون إلى هذه التنظيمات المتطرفة. أعتقد طيلة هذا الوقت وعلى مدار 40 سنة طول الوقت بيتقال تشريعات، وأعتقد خلال ال4 سنوات اللي فاتوا خرجت تشريعات، أعتقد يعني هذه التشريعات يمكن من خلالها أن نواجه ظاهرة الإرهاب، يبقى ظاهرة التطرف وهي الأساس. أعتقد أن البداية الحقيقية تكمن في أفكار هذه التنظيمات، وهناك فرق ما بين أن أواجه الإرهاب وبين محاولة تفكيك هذه التنظيمات فكريا. وأعتقد أن هذا التفكيك الفكري يقع في مقدمته قراءة هؤلاء من النصوص الدينية. يعني الأستاذ زياد في كلامه كان بيتكلم عن تنظيمات تنحو نحو السياسة، هو قد يرى أنه الإخوان نحت هذا المنحة وتعاملت سياسيا، لكن في الأساس أنا لما أدور على أصل التنظيم إزاي بيقوم بعملية التجنيد وإزاي بيتبعوا أفراد من خلال قراءة خاطئة للدين، إذن الدين هو بداية التنظيم، وإذا أردت مواجهة هذا التنظيم لابد أن أتعرض إلى المقولات الأساسية التي يعتمد عليها هذا التنظيم وغيره من التنظيمات. حضرتك أستاذ يعني منير، منذ البداية أنت يعني بتفصل ذلك عن الأهداف السياسية، يعني بتقول أن البداية هي في التفسير الخاطئ للدين، وبالتالي ترى أن البداية يجب أن تكون بتعديل أو تغيير الخطاب الديني، تعديل الوعي الديني، صحيح طبعا كده؟ طبعا هي فكرة الدين هي فكرة مهمة يعني، ولا بد أن يكون في قلب المواجهة، مواجهة هذه التنظيمات لابد أن تكون المؤسسة الدينية، لابد أولا أن تكون هذه المؤسسة لديها إرادة حقيقية، لابد أن يكون لديها فهم دقيق لطبيعة هذه التنظيمات، وأعتقد أن أغلب المؤسسات العاملة في هذا الحقل ليس لديها قراءة دقيقة لهذه التنظيمات. نحن ما دلنا نخلط ما بين داعش وما بين القاعدة وما بين الإخوان وما بين تنظيمات محلية وإقليمية، ولا ندرك إذا كان هذا التنظيم محلي أو له رأس في الخارج، ونخلط ما بين طبيعة عمل هذه التنظيمات وما بين قوى إقليمية ربما تحرك هذه التنظيمات. أعتقد أن المشكلة ليست في القوى الإقليمية، ليست في أجهزة الاستخبارات التي تعمل لمحاولة استغلال هذه التنظيمات. نحن لدينا مشكلة حقيقية مع هذه التنظيمات،
نريد أن نفككها، نريد أن نفكك المقولات التي تعتمد عليها بشكل أساسي، وأعتقد من خلال الخطاب الديني، من خلال الثقافة، من خلال مناهج التعليم، من خلال الإعلام، وأعتقد أيضا قد تكون المواجهة الأمنية والعسكرية بجوار المواجهة الفكرية. صحيح. طيب دكتور يسري، دائما ما يقال أنه الفكرة لا يمكن السيطرة عليها، الأفكار الدينية المغلوطة أو الفكر المتطرف بشكل عام كيف يمكن محاصرته؟ أستاذ منير يقول أنه لابد أن يكون هناك مواجهة لهذا الفكر، كيف يمكن أن يكون ذلك؟ لأنه هذا ليس بشيء سهل، يعني مواجهة الفكرة. نعم. يعني طبعا أنا يعني أكمل ما بدأته حول فكرة أننا واقعون في ما أسميته بهذه الصيغة الرجراجة. يعني نحن مثلا نتحدث عن تجديد الخطاب الديني بينما في الحقيقة، أو تجديد التراث بينما في الحقيقة نحن لا نحتاج الآن إلى تجديد التراث فحسب، لكننا نحتاج إلى مساءلة هذا التراث. يعني فكرة تجديد التراث وحدها يعني فكرة مساءلة التراث بأي معنى؟ بمعنى مراجعة هذا الموروث، يعني مراجعة هذا التراث بمشتملاته المختلفة. بس في نقطة وعذرا للمقاطعة، لأنه يقال دائما حينما يعني أحد المجددين يثير فكرة إعادة قراءة الموروثات يواجه بانتقادات شديدة، ما هذه هي المشكلة، فكيف يمكن أن يتم ذلك بسلاسة لا تخل باستقرار المجتمع؟ يعني هذا سؤال مهم، لكن تخيلي لو نحن ظللنا خائفين من هذه المواجهة، يعني سنكون كمن يدفن رأسه في الرمال ولن يحدث شيء في الحقيقة. يعني هذه التنظيمات الدينية أيضا هي تستخدم الدين وتستخدمه لتحقيق أغراض سياسية، وهي تطرح خطابا دينيا أيضا، يعني وتستند على نصوص، يعني هي فقط تعتمد على تأويلات خاطئة لهذه النصوص. يعني ربما، لكن هي تستند على نصوص قائمة. يعني إذا أنت بحاجة حقيقية إلى مراجعة في الحقيقة هذا الموروث بمشتملاته المختلفة، أنت بحاجة حقيقية إلى حسم هذا التصور الرجراج الذي يجعلنا نضع قدما في التراث وقدما في الحداثة مثلا. نحن بحاجة حقيقية إلى النظر من زاوية أخرى تبتعد عن هذا الروتان اللفظي الذي سيدخلنا في نفق لا نهائي، ونعتمد مجموعة من الآليات التي يمكن تطبيقها على أرض الواقع. هذه الآليات بالمناسبة ليست اختراع للعجلة، وليست حتى كلاما روتانا نظريا كما أسميه دائما، ليست روتانا نظريا يتحدث مثلا عن إدخال الثقافة في المعركة، أو مثلا توظيف القوى الناعمة في مواجهة هذه الأفكار المتطرفة. توجد آليات لذلك في الحقيقة. يعني مثلا أنت لديك في البنية التحتية للثقافة المصرية على مستوى الهيئة العامة لقصور الثقافة، لديك أكثر من 570 قصر وبيت ثقافة، هذا عدد ضخم جدا. يعني تخيلي لو كان لديك في كل أسبوع ندوة، وكان لديك عرضة موسيقيا، وكانت لديك مسرحية تعرض، تصل إلى القرى والنجوع المصرية التي تسيطر عليها الزوايا وسيطر عليها المتطرفون. بس أنا عندي سؤال، لأنه الأجواء اختلفت والتكنولوجيا دخلت وأصبحت مثلا السوشيال ميديا والفضاء الإلكتروني، هذا كله يتم توظيفه. هل يمكن يعني أن يكون ربما الابتعاد عن هذه الوسائل المتقدمة سببا في تأخر المواجهة بالشكل الكافي؟ يعني أعتقد أنه لا يمكن لك أن تواجه الإرهاب أو التطرف على وجه التحديد بدون الثقافة وبدون الفنون التي ربما تهذب المشاعر، وربما تقف حائط صد ما بين أن يصبح الشخص عنيفا في حياته، وأيضا أن يكون مؤمنا بعقيدة تحضه ربما على الكراهية أو على استخدام العنف. أعتقد أن الثقافة مهمة ولابد أن تكون حاضرة. إذا كانت وسائل التكنولوجيا سوف تقف عائقا أمام هذه الثقافة فبناقص يعني هذه الوسائل، لكن أعتقد أننا ما زلنا نحبو في هذا الاتجاه للأسف الشديد. وأعتقد أن المؤسسة الدينية هي غير مؤمنة أصلا بفكرة أن تقوم بهذا الدور. طيب، لأنه مهم أن حضرتك تقول ده، لأنه بينضم إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذ عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أستاذ عبد الغني، مساء الخير أولا. كل السادة المشاهدين أهلا بحضرتك. حينما نتحدث عن التطرف
الديني والفكري، يأتي دائما الحديث عن إبراز يعني أساسيات الفكر الديني الوسطي، ونتحدث عن ذلك منذ سنوات. إلى أين وصلنا؟ وكما يقول أستاذ منير أن المؤسسة الدينية حتى الآن ما زالت تحبو، تتفق مع هذا الرأي؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، أنا يمكن بس ليه تعقيد بسيط جدا على الكلام أستاذ منير. هو إحنا لا مسألة مواكبة المتغير بالنسبة للإنترنت أو الفيسبوك أو وسائل التواصل الاجتماعي لم يعد هذا خيارا. هو ده تحدي إحنا لابد أن نواجهه. طيب، وده جزء من ردي على سؤال حضرتك. طيب، ما هي الإشكالية الحقيقية التي نتعرض لها سواء من ناحية المؤسسات الدينية أو من ناحية المؤسسات الثقافية أو من ناحية المؤسسات العلمية أو حتى من المحتوى التاريخي الذي يمثل الدولة الوطنية اللي احنا بنحلم بيها في اتجاه الدولة الوطنية الحديثة التي تقود الأمة العربية والإسلامية؟ أعتقد أن إشكالية المحتوى الرقمي نفسه هذه إشكالية كبرى. المحتوى الرقمي سواء بالنسبة لتاريخ مصر، سواء بالنسبة لتاريخ الشخصيات الوطنية، سواء بالنسبة لتاريخ الأزهر، سواء بالنسبة لتاريخ الإسلام، سواء بالنسبة حتى لتاريخ المسيحية في مصر، سواء بالنسبة للعلاقة الإسلامية المسيحية في مصر، كل هذه الثوابت الوطنية أعتقد أنه به العديد من المغالطات، دعيني أقول أنها نسبة تفوق بكثير كمان 95%، مما يجعلني أقول أننا لابد أن نفكر في أن تنشأ شركة تسويق إلكتروني يكون من شأنها إيجاد محتوى رقمي معتدل. كلمة الاعتدال وكلمة الوسطية هي كلمة بمناسبة مصرية. طب لماذا لم يحدث ذلك من قبل؟ يعني هذه الأفكار طرحت أكثر من مرة، وقيل أن المؤسسات الدينية حتى وإن طورت من وسائل مخاطبة الآخر فهي حتى الآن غير قادرة على مواجهة جيوش يعني مجيشة، ولديها إمكانات هائلة مادية وإلكترونية إلى آخره، ولديها فضاءات ومنصات. فأين المشكلة؟ هل المشكلة في الإمكانيات المادية؟ هل المشكلة في القرار؟ هل المشكلة في الفكر؟ أين هي المشكلة؟ المشكلة في البداية، المشكلة الأولى والثانية والثالثة، دعيني أقول التمويل. لأن قضية المحتوى الرقمي قضية صناعة ثقيلة جدا. إحنا يمكن بنتكلم عن الفيسبوك، انا لا اقصد الفيسبوك، انا بتكلم على المحتوى الرقمي مثالا نفسه. يعني المحتوى الرقمي نفسه، فكره اعاده صفحات جديده على المحتوى الرقمي، على وسائل، على بالنسبه للكتب، بالنسبه للمكتبات العلميه، بالنسبه للاراء المعتدله، بالنسبه لتاريخ مصر، بالنسبه لتاريخ الاسلام، بالنسبه للتاريخ الذي يعبر عن التعدديه والوسطيه والاعتدال، والذي يعبر عن ان فهم الجماعات ليس له علاقه بالدين. دعيني اقول أن فهم الجماعات للإسلام ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالدين، سواء كان الدين الإسلامي أو غيره حتى من الأديان، وأنا هنا أتحدث حتى عن الدين المسيحي أو حتى عن الدين اليهودي، الأديان ليس لها علاقة بهذا التطرف. فإشكالية حضور الخطاب في البداية يأتي دور مهم جدا بالنسبة للمؤسسات. أنا وحضرتك والسيد الضيف وكل السادة المشاهدين، أين دور وزارة الثقافة؟ أين دور وزارة الشباب في هذه التوعية؟ أين دور مراكز المعلومات؟ اين دور هو المفترض في هذا الحضور؟ ارجو ان تبقى معي استاذ عبد الغني. يعني هو اليس من المفترض دكتور يسري ان يكون هذا دورا تكامليا، بمعنى انها ليست وظيفه جهه ما لكن خطه، المفروض تكون خطه قوميه يعني. طبعا يعني نحن باختصار بحاجه الى مشروع وطني جامع يتعلق بمواجهه هذه الفكره المتطرفه من جذورها، وهذه الاعمال الاجراميه الارهابيه في تجليها القمعي القاتل الذي يزهق الارواح. هذا المشروع الوطني الجامع لابد ان يشتمل على مجموعه من المحركات والآليات، أنا أستطيع أن أختزلها فيما أسميته من قبل في مقالي بالأهرام حول تجديد أدوات العقل العام. يعني نحن بحاجة إلى تجديد أدوات العقل العام. هذه الأدوات التي تبدأ من التعليم وتمتد إلى الثقافة وتصل إلى الميديا، الإعلام بتنوعاته المختلفة، بما اشتمل عليه الآن من عالم السوشيال ميديا الذي لم يعد عالما، يعني عالم الذي لم يعد طرفا، بل أصبح محركا في جانب من جوانبه للواقع، ويمتد طبعا إلى المؤسسات الدينية كما أشار الأستاذ منير في الحقيقة، ونتفق معه في هذه النقطة تحديدا. يعني
وانا لا اريد ان يلقي كل طرف المسؤوليه كل طرف المسؤوليه على الطرف الاخر. يعني صحيح. نقول مثلا المؤسسه الدينيه تلقي الطرف على التعليم او على الثقافه. صحيح. نحن صحيح. شركاء في مواجهه هذه الفكره المتطرفه. يجب ان نقف على ارضيه واحده وعلى نتفق على خطاب جامع. وهذا الخطاب الجامع يبدا من تفعيل قيم التسامح والتقدم والاستنارة. الثلاث قيم هذه هي الأساس الحقيقي، لأنها هي التي ستخرج هذه الذهنية من فخ التمييز ومن فخ الاعتقاد المطلق في الحقيقة والتعصب. طيب أستاذ منير، بما أنه حضرتك يعني رأيت أن المؤسسة الدينية عليها عامل كبير، حضرتك لو عايز توجه سؤال أستاذ عبد الغني. هي عليها عامل كبير، وأعتقد أنها لم تقم بالدور الذي ينبغي لها أن تقوم به. هناك أفكار تتحرك بها التنظيمات التكفيرية، وهي في حقيقة الأمر أفكار عجزت المؤسسة الدينية في مصر الرد على هذه الأفكار أو حتى محاولة تفكيك هذه الأفكار. وتأكيدا لهذا الكلام أن التنظيمات ما زالت موجودة وما زالت قادرة على تجنيد عشرات ومئات وآلاف الشباب. والسؤال يعني رغم ما يقوم به الجهاد الأمني سواء بشكل أمني أو بشكل عسكري، إلا أن هذه التنظيمات ما زالت حاضرة نظرا لغياب المؤسسة الدينية التي لديها الإرادة الحقيقية للرد على مقولات هؤلاء المتطرفين ومحاولة تفكيكها وتقديم الإسلام بشكل صحيح. أنا حتى هذه اللحظة أريد أن أرى الإسلام المعتدل. ولذلك يعني وحتى الضيف الأستاذ عبد الغني بيتكلم على إنه هذه التنظيمات ليس لها علاقة بالدين. ماشي، كلام عظيم، ليس لها علاقة بالدين، ولكنها تجند من خلال الدين. قراءة خاطئة للدين. أين المؤسسة الدينية من خلال هذه القراءة ومحاولة تفكيك هذه القراءة؟ أعتقد إنه حتى سياسيا الرئيس وقف أكثر من مرة أمام شيخ الأزهر، مرة يعاتبه ومرة يقيم عليه الحجة. وأعتقد عندما تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة، بعد تسلمه السلطة قابل شيخ الأزهر وأعتقد وزير الأوقاف في قصر ياسا بعدها بثلاث أربعة أيام، وأعتقد ذاك اللي دلالة على أنه يريد أن يقول أن مواجهة الإرهاب في مصر لا يمكن أن يكون من خلال المؤسسة الأمنية فقط لابد أن تكون المؤسسة الدينية حاضرة فيه. تعقيب حضرتك أستاذ عبد الغني على هذا الكلام. أنا يعني تعقيبي، أنا بتفق في جزء كبير جدا في مسألة أن هل المواجهة مواجهة جماعية. أنا أقول نعم. هل المؤسسة الدينية، دعيني أؤكد وبمنتهى الوضوح وبمنتهى الحزم والحث، لا يوجد منهج علمي للإسلام يستطيع أن يواجه التطرف إلا منهج الأزهر الشريف في كل العالم. مفيش منهج تاني، مفيش منهج علمي تاني للإسلام السني الذي يستطيع أن يعبر. مفيش حاجة، مع تحفظي الشديد جدا لكلمة تكررت في الخمس دقايق اللي أنا استمعت لها، مفيش حاجة اسمها الإسلام المعتدل ويبقى فيه إسلام مش معتدل. الإسلام هذه لعبة الجماعات، الناس تتاجر بالألفاظ. يبقى بس هذا ما يحدث، هذا هو الواقع أستاذ عبد الغني. هذا هو الواقع. كل الإسلام وسطي، كل الإسلام أتى من عند المولى سبحانه وتعالى. صحيح. ما هو نحن نقول إنه الإشكالية كما قلت، يبقى إحنا عندنا المنهجية العلمية. لا، نحن نتحدث عن علوم شرعية منضبطة، لها علوم ولها كوادر، والحمد لله هذا أمر نحمد الله عليه، أن الأزهر مليء بهذه العلماء. هو موجود الأزهر صحيح، لكن نتحدث عن المواجهة. أنا هقول لحضرتك ما هي الإشكالية بقى اللي إحنا بنعيشها، هل هناك إشكالية في التواصل؟ أقول نعم. هل هناك إشكالية في الحضور؟ أقول نعم. هل هناك إشكالية في استخدام الوسائل الحديثة؟ أقول نعم. لأن هذا المجهود هو مجهود مشترك. نحن عندما نتحدث مثلا عن الرسالة الإعلامية، نتحدث عن الرسالة الثقافية، عندما نتحدث عن الكتاب، حضرتك في كتاب ليل نهار يتحدثون عن مواجهات هلامية ليس لها علاقة، ولم يقرأ كتاب دين واحد ويتحدث ليل نهار في الدين. هناك ناس لها مساحات في الفضائيات ليل ونهار يطعنون في منهجية وعلم الأزهر الشريف، بيد أنه لم يقرأ مسألة رد عليها واحد. يعني الأستاذ منير يقول
اديني مساله واحده لم ترد عليها المؤسسه الدينيه بالنسبه لداعش والقاعده، مساله واحده. اتفضل. هذا ليس كلاما جديدا، انا هقول لك على انا هقول لك هذه منهجيه موجوده. طب اتفضل نستمع استاذ عبد الغني هو يرد على حضرتك. دلوقتي ماشي، دلوقتي انت تتحدث على ان الاسلام هو اسلام معتدل ولا يوجد اسلام متطرف، انا اتفق معك نظريا في هذا المعنى، لكن ماذا نسمي ما يفعله او ما تفعله هذه التنظيمات؟ هذه التنظيمات قرأت الدين قراءه خاطئه. نحن نؤمن بأن الإسلام هو الذي تعبر عنه المؤسسة الدينية في مصر. أكمل بس فكرتي. أكمل فكرتي طيب. أعطيه بس الفرصة أستاذ عبد الغني. يعني تتحدث عن جريمة. أكمل فكرتي. حضرتك وجهت له السؤال. طيب حضرتك وجهت له السؤال، معلش نستمع للإجابة. أوكي اتفضل. حضرتك تتحدث عن مجموعات إجرامية ليس لها علاقة بفهم. هي تلتصق بالدين شئنا أم أبينا أستاذ عبد الغني. يعني هي حينما نقول داعش، الدولة الإسلامية في العراق، الدولة الإسلامية، طالبان، القاعدة، كل هذا يرفع اسم الدين شئنا أم أبينا. هذا خطأ أم صح؟ هذا يعني لا جدال عليه، لكن هذا هو الواقع الذي نعيشه. حضرتك أنا أعلم تماما الواقع، وأعلم وأنا لا أضع رأسي في الرماد. أنا قلت حضرتك في المداخلة الأولى أن هناك فهم الجماعات للإسلام هذا ليس له علاقة بالإسلام، كما أن هناك فهم الجماعات. ماذا عن الآراء التي تستند إليها؟ ليس له علاقة بالمسيحية. طيب ضيفي الآخر يتوجه بسؤال. طب أرجوك أستاذ عبد الغني، هذا فهم هذه الجماعات هو ليس له علاقة بالدين، هذا هو فهم خاطئ. ما هو 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 ضيوفي ضيوفي سؤالهم ضيوفي يا استاذ عبد الغني. في الولايات المتحده استاذ عبد الغني، بس حضرتك بتقول من فضلك حضور خطاب يتم انفاق المليارات في جريمه منظمه. طيب استاذ عبد الغني، انت تقول ان هذا ليس له علاقه بالاسلام، نريد ان يكون هذا في رد حقيقي ملموس، نتفق على ذلك ونؤمن به، لكن أساليب المواجهة والمجابهة هذا هو ما نتحدث عنه. وهذا بقى أتفق مع حضرتك تماما أن هناك إشكالية في الآليات، هناك إشكالية في التواصل. أقول نعم، ولكن كما أكدت لا توجد منهج. أتحدى في أي عالم على الأرض يقول أن هناك منهجية للإسلام مستمرة، وهذا فخر لهذه الأمة وهذا فخر لهذه الدولة. ليس للأزهريين وليس للأزهر فقط، ولكن هو فخر لفهم الأمة المصرية. السؤال لا يوجد فهم علمي للدين الإسلامي في العالم الآن مستمر ومتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم الا فهم الأزهر. نحن لا نختلف على هذه القاعدة. في فهم خاطئ، المؤسسة الدينية عليها دور أن تقوم بهذا الفهم، ولكن دعيني أختصر. أنا تقابلت مع أحد مساعدي شيخ الأزهر وسألته سؤال واضح، يعني ما دور المؤسسة الدينية في تجديد الفكر الديني أو تجديد الخطاب الديني؟ فقال نحن نسعى إلى تأصيل الخطاب الديني، وأعتقد أنه كان يقول معنى مغاير تماما لمعنى التجديد. ولذلك سألته ما هو التأصيل، قال عكس التجديد تماما. ولذلك أنا كلما قابلت أحد أعمدة المؤسسة الدينية في مصر أو أحد شيوخها، للأسف الشديد دائما ما يدافع، دائما ما يرى أن مواجهة هذه التنظيمات لابد أن تكون مواجهة سياسية، ولديه أزمة نفسية مع فكرة التجديد. ولذلك حتى للضيف الكريم على الهاتف طول الوقت بيتكلم عن خطاب بعض الإعلاميين الذين يقومون بالطعن في الدين. يعني انا هذا ليس يعني وارد اساسا. يعني لا ممكن طيب. حضرتك تستحيي لو سمحت بالمداخله. انا بشكر حضرتك استاذ عبد الغني هندي عضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه على وجودك معنا. سريعا دكتور يسري، الوعي هنا، يعني هل يكون الوعي والثقافة نقطة الارتجاز، أنه الإنسان يكون عنده القدرة على الفرز بين الأفكار المغلوطة الزائفة الموجهة إلى آخره، يكون هذا نقطة الارتجاز؟ يعني أنا في بسرعة شديد باختصار شديد وقبل الإجابة، أنا يعني أريد أن أتوقف سريعا أمام عبارة الأستاذ منير
حول فكرة تأصيل الخطاب الديني التي طرحها أحد النافذين داخل المؤسسة الدينية. يعني هذه كارثة. يعني أنت إذا تسبح ضد هذا التيار العام الذي تنادي به الدولة المصرية وتعمل عليها. الدولة المصرية تتحدث عن تجديد الخطاب الديني. تأصيل التراث الديني معناه تأصيل الخطاب الديني معناه باختصار تثبيت الوضعية القائمة. معناه باختصار أن كل ما سيقال وكل ما سيكتب وكل ما كل خطوة ستسعى لها الدولة في سياق التجديد والتغيير في المفاهيم المغلوطة سيفضي إلى الفراغ. طبعا سيفضي إلى الفراغ. يعني هذه كارثة. أنا دقيقة عن الوعي. الحل المركزي في رأيي واحد الحلول الأساسية فيما يتعلق بالوعي أو تحرير الوعي المصري تحرير الوعي الإنساني يكمن في هذا التنوير. نحن بحاجة حقيقية إلى إفساح أو إتاحة مساحات أكبر لمفهوم التنوير. التنوير هنا بمعنى الدفاع عن العقل باختصار. بس يعتقد البعض أنه إتاحة مساحات أكبر يعرض الناس لتحديات أكبر من وصول أفكار مغلوطة أيضا أكبر وتدفق أكبر ومع عدم وجود وعي. هذه إشكالية. يعني هذه الخشية مبالغ فيها باختصار. وبالمناسبة نحن نتحدث عنها من زمن طويل. يعني دائما نحن نخاف وكأن أن هؤلاء الجماهير هي ذهنيات قاصرة وكأن هؤلاء الجماهير لا يعون شيئا خارج ذواتهم. يعني لا, هو الجماهير خرجت من مرحلة فكرة القصور هذا القصور العقلي وعلينا أن نثق في نفسنا أكثر من ذلك. هذا من جهة. علينا أن نكرس لخيال جديد قائم على خطاب حقيقي يحوي إجراءات حقيقية كما أشرت لبعضها فيما يتعلق بفكرة التنوير بمعنى الدفاع عن العقل. علينا أن نعمل مثلا على يعني نضع خطط زمنية قابلة للتطبيق فيما يتعلق مثلا بتجديد العقل العام عبر آلية مهمة مثل التعليم. يعني المناهج بالمناسبة في المدارس تحتاج لتغييرات هائلة. صحيح. وهي نقطة مهمة حضرتك تحدثت عنها هي وضع جدول زمني يعني طبعاً. عشان تكون الأمور محكومة وملموسة. أنا في الختام بشكر حضراتكم على تشريفي في هذه الحلقة دكتور يسري عبد الله الكاتب والناقد وأستاذ الأدب الحديث في جامعة حلوان. أشكرك دكتور يسري وأيضا أستاذ منير أديب الباحث في شؤون الحركة المتطرفة. أشكر حضرتك شكرا جزيلا وأشكركم أيضا مشاهدينا على متابعتنا في هذه الحلقة.